الشيخ موسى رويشت، والدته السيدة العظيمة الفاضلة صائدة الألغام. خليني أحكي لكم الموضوع باختصار ونسمع منهم التفاصيل. في عام 67 ضابط جيش مصري علم والدة الشيخ موسى إزاي تعرف تصطاد الألغام اللي الإسرائيليين كانوا بيحطوها لنا هنا في سيناء. اتعلمت العملية دي وتعلمتها باحتراف وباقتدار، وبعدين بدأت تصطاد الألغام، تاخدهم وتديهم لولادها ولجوزها عشان يروحوا يزرعوهم للجيش الإسرائيلي. فقدت ابنها اللي استشهد في هذه الفترة، وفقدت جوزها، والإسرائيليين قبضوا على الشيخ موسى. قبضوا على الشيخ موسى لأن كان كل همهم عايزين يعرفوا إزاي الشيخ موسى بيزرع هذه الألغام، ومين اللي علمه يعمل ده. عذبوه، ضربوه، عملوا فيه اللي ما يتعملش، 168 شظية في وشه وفي جسمه انه يعترف، رفض انه يعترف. جاء واحد مراسل اسرائيلي قال لهم بقول لكم ايه، احنا نخليه ناخد منه عينه، لما ناخد عينه يمكن يعترف. وخدوا منه عينه، ومع ذلك البطل ما اعترفش. وفي عام 1980 وفي صفقة تبادل اسرى مصريين مع اسرى جثث اسرائيلية، تم الافراج عن الشيخ موسى. دي حكايه ابطالنا النهارده اللي هيكونوا مشرفيني معانا النهارده ومنوريني في 90 دقيقه. اهلا بك يا شيخ موسى. اهلا وسهلا سعاده الباشا، احنا شرفاء وسعداء جدا بهذه المناسبه الطيبه اللي انت شرفتنا فيها في سيناء. اهلا بيكي بالامه العظيمه صيدله الالغام. لك يا اهلا يا ماما، رحمتين يا اخوي. وطبعا ومعانا طبعا اللي كان همزه الوصل بين الشيخ موسى وبين المخابرات المصريه، اخونا العزيز يونس عبد الحميد العيسوي. اهلا وسهلا. تربي جامعه عين شمس. اهلا وسهلا. ومعانا ايضا من اسره الشيخ موسى وابن خاله الحاج موسى سليمان ابو شميط مدرس. اهلا وسهلا يا حاجه. فاكره اللي حصل؟ احكي لنا بقى اللي حصل. فاكر. انت اتعلمتي ازاي تصطادي الالغام؟ انا علمني ابني. ابني علمني. بشيلهن لما بطلعهن، بعرف اطلعهن وبشيلهن، بحطهن في المخله، بحط فوقهن صوف وفجل وعيش، وبروح اوديهن هنا عند الريسه. لما بلاقيني اليهود بقول لهم رايح اودي للسراحين اكل. رايح اودي لهم ميه. واللغم تحت. اللغم في المخلاعه الظهريه. وبعدين؟ والمغزل فجل، بروح احط له بدفن بمطرح ما قال لي. بتتفق على مكان معين هي توصلوا فيه. على شجره معينه، وهي بتوصل لغايه الشجر وتروح دفناه. وتمشي الاغنام فوق منها عشان ما حدش يلاقي الاطر بتاعها. واحنا بنيجي بالليل بناخد اللغم ونوديه على الهدف اللي احنا عايزينه. كنت حضرتك ووالدك واخوك؟ كان لي اخويا، انا كان معاي، كنا بنعمل عمليات انا وهو لما استشهد اخي في احدى العمليات العسكريه. لي صديق الطفوله، كان يعني رجل محترم، رجل نظيف، رجل عنده الوطنيه، شاب ممتاز. دربته على كيفيه التعامل مع هذه الالغام، وانا وهو بدانا بعملياتنا العسكريه اللي هو الشهيد سلام عرادة. احكي لي بقى، كنت بتدي اللغم بقى للشيخ موسى؟ بتدفنه تحت الشجر. انا بدفنه لما يجيب يلقاه محطوط. بياخذه. نتفق على المكان يعني المعين. شجره، مكان، الريسه، العريش، الضاحيه، في اي مكان احنا عايزينه هي بتوصله. ما كنتيش حضرتك بتخافي ينفجر فيك اللغم؟ طفشي. سراحين غنم، مش خايفه، معي عيش وماشي. خايفه من اليهود قصدها هي؟ ايوه من اليهود. لا مش خايفه. طب مش خايفه اليهود كانوا يمسكوك ساعتها هم؟ لا مش خايفة. سراح رعيت غنم. كل همك ايه ساعتها؟ كل همي اذبحهم خلاص. خالص. انا خلصت منهم يا رب. اذبحهم خلاص كل همي. كل همي اذبحهم. طب وانت لما؟ شو بيقول له؟ كوب شيب، كوب شيب. هذا شيب، كشكاف. ما مسكين هذا شامين بكوشي زار تراخ. دي بنينا من زمان وقوم زلونا، وبعدين رجعنا بنيناها ثاني، وبيوت زي ما انت شايف عايشة كده، وعايزين يزلونا كمان عشان يبيعوا للمستثمرين. عملنا حركة اعتصامات واضرابات قبل كده، وقدرنا ان احنا نطلع الاف المواطنين بالضغط الشعبي من هنا، من السجون اللي تم القبض عليهم بشكل ظالم وعشوائي. وكان في تقريبا في الاول شبه حظر تجول، يعني كانت تجربة قاسية على شمال سيناء كلها. الناس كلها قالت احنا ما شفناش من كل اشكال الاحتلال مرت بمصر او انجليز او يهود شكل التعامل اللي تم بالذات بعد طابة. ودينا بعد الثورة شفنا انه كان جزء كبير من التفجيرات دي من ما سرب من امن الدولة، مسؤول عنه جمال مبارك والعدلي وهؤلاء المجرمين، يعني في ظل التنافس على الغاز مع حسين سالم والكلام القذر ده يعني.
نزل ايدك بس يا جنبك نزل ايدك خلاص نزل ايدك يا باشا نزل ايدك خلاص يا جدعان ده ايدي ده دي ايدي يا باشا دي النصابه انا بس يا بنت سجن برج العرب الناس بيطلبوا عليهم كلاب كلاب البوليسيه دي بيطلبوها على المساكين بيخلوها تعمل فيهم فعل فاضي انا كنت هناك في سنه 9 قعدت هناك 6 شهور كلاب وبلبسهم لبس حريم وبحطهم في عربيات الزباله وقعدت في سجن 8 انا الظابط اللي هناك وانت دخل لازم يخليك تسجد له هذه الثورة أيضا قامت في سيناء وكان لهم شهداء إذن الثورة ليست فقط في الوادي والدلتا لكن الثورة كانت أصلا في سيناء وهم كانوا من الشرارة الأولى التي قامت فيها الثورة وبالتالي هذه المشكلة ربما تعود عليهم بالإحساس بالرضا إنهم شاركوا في ثورة مصر فكون السيناويين يشاركوا في ثورة معناه أن هذا يزيل جزءا من الاحتقان ويجعل هناك وحدة معرفة في وقت من الزمن عاشته مصر هي ثورة 25 يناير لا هو مش حكاية مظلومين بقدر ما هو موجه إعلام موجه عن سيناء حتى في ناس من بعض المراكز الحقوقية ومراكز الممولة يعملوا إعلام غلط يعني احنا مش ناقصين كمان الإعلام الحكومي بيجوا الناس اللي هم بتوع يحسبونا كأقليات كمان يعني المشكلة إن إعلام موجه إن النظام حطنا في وضع خاص بسبب أساسا كامب ديفيد والعلاقة بإسرائيل نحن من هنا في هذه الأرض لنا مئات السنين لا نملك هذا البيت لا نملك هذا الشجر لا نملك هذه الأرض ولا يجوز لنا تسجيلها في الشهر العقاري في عقود البيع والشراء نحن واضعين يد عليها ولكن لا نملكها يقول لك في مش عارف عشرات الأماكن تبع الجيش ممنوع تملكها لأبناء سيناء تبع جيش ايه انا اعرف المنطقة العسكرية هي اللي فيها دبابة هي اللي فيها مدرعة فيها صاروخ انما مش منطقة عسكرية تتاجر فيها تجيش مهمتك تدافع عن الارض مش يبقى ليك اراضي تقول دي ملكية الجيش وملكية الدولة الاهالي ما يتملكوهاش والكلام ده بقى والله لو جبت دبابة فيها انا هضرب لك تعظيم سلام هتنزل لك عن اراضية كلها بس تجيب دبابة وصاروخ وتحمي البلد انما ما تحميش البلد وفي نفس الوقت تحكمني احكام عسكرية وتقول لي في اراضي تبع دولة ودية مش عارف قوانين خاصة عشان الجيش وبتاع فما فيش تمليك للأرض لا العب غيرها يعني احنا سنة 2004 من قبل الثورة قلنا ان كامب ديفيد تحولت الى علاقة من علاقة تابعة الى علاقة عميلة النظام تحول من تابع الى اسرائيل الى عميل لاسرائيل واكتر حاجة تدل على الكلام ده الحائط الفولاذي كان الغرض منه ما بيدخله من مجسات الكترونية تم زرعها تتصل بالطيران الاسرائيلي ده تحول خطير الحائط الفولاذي اللي معمول عند غزة ده ما كانش غرضه الانفاق لغاية دلوقتي في ناس كتير قوي في سيناء معهمش الرقم القومي النهاردة هم بيستدعوا ازاي المصري علشان يتجند او انه هرب من التجنيد او انه ما سعاش عشان يسجل اسمه لانه يكون له بطاقة وهوية ورقم قوم في عدد كبير من السيناويين لم يحصل على هذا الحق لكن هل السبب اداري كده فعلا ام في تخوف من ادخال السيناوي للجيش لدى الدولة على الاقل اعتقد ان هذا التخوف يعني لم يوجد وهذا خطأ حتى لو حدث لان اهل سيناء على مر التاريخ يحبوا وطنهم الأم ويحبوا وطنهم الصغير أثناء الاحتلال الإسرائيلي لسيناء ظهر أبطال وزعماء لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي إذن هم عمرهم ما خانوا مصر هم لا يستحقوا كل هذا النبذ وكل هذا التهميش وأهمل الصيد برضو ده من بنود كامب ديفيد ما يبقاش فيه صيد في أعالي البحار والكلام ده التعليم بطلت يعني تقريبا المدارس والحاجات الحكومية كله قطاع خاص معاهد خاصة جامعة خاصة بتاعت حسن راتب دي المية حتى الآن شوف من ساعة ما رجعت العريش في 79 أو رجعت سينا كلها في 82 مية الحلوة ما وصلتش ووصلة يدوب كم يوم في أماكن متفرقة في العريش
وفي رفح ما فيش حتى خريطة هيدرولوجية للمية اللي تحت، مش عاملين شكل الأبار ايه، أعماقها قد ايه، درجة ازاي يتم استغلالها، رغم ان اسرائيل بتسحب من وادي الجرافي على الحدود، بتسحب المية بتاعتنا. كان المفروض طلعة السلام تمر في وسط سيناء، وده كان المقرر ليها، لأن التنمية في وسط سيناء كانت أفضل من التنمية في شمال سيناء. لكن للأسف الشديد أن هناك كانت ضغوط من التمويل، البنك التمويل، أعتقد أنه كان البنك الكويتي، وحسب تصريح رادي وهو كان مهندس الري ووزير الري في ذاك الوقت، قال أن كان هو في قرار أعلى منه جعل تغيير مسار الترعة من وسط سيناء إلى شمال سيناء حتى يتم استمرارية في تمويل هذا المشروع. فإحنا عندنا موارد. وليه كان هدفهم إيه من كده؟ ما هي دي المشكلة، المشكلة أن هناك جزء لا نعرفه. لماذا نغير مسار ترعة تدخل في وسط سيناء؟ هقولك ليه. وسط سيناء هو أكان الممر الخطر الذي كان تعبره إسرائيل من أبو عجيلة ثم الجفجافة ثم نخل ثم الدايرة تعود إلى الكونتيلا. هذه المنطقة من أخطر المناطق التي كانت تعبرها إسرائيل في كل مرة تعتدي على سيناء وعلى مصر، فكان تعمرها بيشكل زرع للناس وزرع للبشر الذين يقاوموا احتلال إسرائيل لسيناء مرة أخرى، فتغير مسار الترعة لمصلحة إسرائيل. لا أعتقد هذا. طب ليه الكويت تضغط في هذا الاتجاه؟ لا أدري. هل مفروض عليا بلدي ان انا احتاج تأشيرة امن الدولة قبل كده اللي هو كان البحث الجنائي علشان اخش بيه جوه بلدي، وانا باخد فيزا عشان اخش بيها برا؟ بدأت النظرة لسيناء وسلب سيناء حتى من بداية هرتزل، الحركة الصهيونية عندما جاء إلى مصر هرتزل ليدعو يهود مصر للتبرع لإنشاء وطن لليهود في سيناء، ثم بعد النكسة ظهرت حركة أرض إسرائيل الكاملة، ثم تنشأ حركة أخرى وهي حركة العودة إلى سيناء، وجمعت توقيعات بأن إسرائيل لابد أن تعود إلى سيناء، وأنه لها حصة في مصر، وأن مصر لابد أن تعطيها 700 كيلو متر مربع في نظير جزء من صحراء النقب. إسرائيل دايما تقول أن الفلسطينيين لهم الحق في الاستيطان في سيناء. هناك ما يثبت بوثائق خطيرة جدا أن أمريكا تدعم إسرائيل في عمل قلاقل في سيناء من أجل أن تسلب سيناء وتشكل دولة، هذه الدولة تكون طائعة لإسرائيل لفكرها ومنهجها السياسي وتدعمها لكي تنفصل عن مصر. كل مشكلتنا محاولة فصل سيناء عن مصر، وده طبعا اللي عمره ما هيحصل أبدا. سيناء هي المسألة الوطنية لمصر، تحققت الوطنية داخل سيناء وتأمن حدود سيناء، تأمن كل النظام الأمني لمصر. احنا هنا على أرض هذا الوطن أسياد، وغيرنا هم العبيد. المنطقة جيم دي كان المفروض فيها شرطة وفيها حدود، حتى معاهدة السلام فيها قوات حرس حدود وفيها قوات شرطة، فإذا كان منعوا قوات حرس الحدود فطبعا هيمنعوا الشرطة دي تابعها. يعني القيادة خايفة تدخل المنطقة دي من إسرائيل. خايفة من مين؟ خايفة من معاهدة كامب ديفيد، عايزة تلتزم وإسرائيل ما بتلتزمش. فاحنا بنقول منطقة جيم دي اللي خايفين يدخلوها عيب عليكو، تخافوا تدخلوا أرضكو، واجهوا إسرائيل. الثورة المصرية قدرت تواجه إسرائيل وقدرتش ترد، بل اعتذرت. الثورة ما زالت في المعارضة، ورغم كده قدرنا نضغط ونضرب السفير بشكل شعبي. السفارة الإسرائيلية السكرتير الثالث هو المسؤول عنها. فاحنا بنقوله زي ما عملنا كده في القاهرة نقدر نعمله في المنطقة جيم. ملايين من الشباب المصري مستعدين يبقوا حائط بشري لأي قوات عسكرية تتقدم، وده هيبقى فيه حل لكل شيء. يعني عيب يحكموا المدنيين بأحكام عسكرية وغيابية ومش قادرين يطلعوا دبابة، ايه التناقض ده؟
فده اللي بيثبت ان بقولك انه بيعاملوا اهل سيناء بشكل امني عسكري ونعامة قدام اسرائيل. ولحسن الحظ وجدنا احد رجال قواتنا المسلحة ضابط مصاب تحت شجرة عنب، اخذناه الى البيت على الجمل، اخذناه الى البيت ووالدي قام بتولي علاج هذا الرجل. كان عندنا عنزين غنم، والدتي كانت تحلب الحليب اللبن وتسقيه لهذا الرجل، كانت تعطينا القليل وتعطيه الكثير حتى يشفى. بتقول يا ولاد ده مجروح عشان ينبت يشفى عشان يطيب. قاعد عندنا 9 شهور هذا الرجل. عسل باشا كده ونبي باشا مين؟ محمد جابر طبعا بيطلع معايا على طول. لا نور الشرقاوي. لا ممكن اخد صوره مع عبد الله. والدتي كانت تحلب الحليب اللبن وتسقيه لهذا الرجل، كانت تعطينا القليل وتعطيه الكثير. لا ممكن اخد صوره مع عبد الله. والدتي كانت تحلب الحليب اللبن وتسقيه لهذا الرجل. ممكن اخد صوره مع عبد الله. اخد صوره مع عبد الله. اخد صوره مع عبد الله.